شنو ظروفه، شنو المأساة ديالو. عاد نجي انا ونبدا نلعب بالفيديوهات ديالو، التصاور ديالو. كيجيني واحد، كيجيني شي حاجة ماشي سهلة، ما ناقصة شوية. فباك بالحراقة ديال المغرب. اذا كتشوف كنضر لها مسألة شوية أخلاقية، ما كتجي ما كيعطينيش خاطري. ولكن انتم ما كتحشموش فيه، انتم في الجزائر كما كتحشموا. يعني مثلا هذه ديال الجزائرية اللي خديتو التصريح ديالها ومشيتو نقلتو في وزارة في هذاك التلفزيون الجزائري، حشومة وعيب، عيب عيب. مؤسسة عمومية تمثل الجزائر تمشي تبقى تبقشش على مأساة سيدة. ما نقولش نفترض أن النية ديالتها مزيانة وأنها ماشي جزائرية وأنها مغربية، نفترض حنا كاع هاديك شي زوين. حشومة تكون تبغي تبتز الخصم، دولة خصم ليك، تمشي تقلب في أمور اجتماعية بحال هذه وتقول لهم ها انتوما شوفوا المغاربة وضعيتهم، ها انتوما شوفوا كذا. يعني وصلت لواحد المرحلة ديال البؤس في المحتوى اللي كتقدموه في الإعلام ديالكم. هذا ما شنو تقول، ما حتى الخصومة غير شريفة ولات معاكم، حتى الخصومة ولات غير شريفة. لا هي جزائرية، هي جزائرية. وشوف انا نقول لك اخي الطيب، قبل ما تقول انا شفت الفيديو، قبل ما تقول انها جزائريه، انا عارفه جزائريه غير من اللهجه ديالها. واضحه. وكي قلت انا هما خلايا نائمه في المغرب، خلايا نائمه في المغرب، حتى من غير كيطلعوا بزاف الجزائريين كيدعيوا انهم مغاربه في مواقع التواصل الاجتماعي، احنا في دبي، احنا في الخليج، احنا في كذا، بينما الا قلبتي كتلقاهم جزائريين. تقدر تلقاهم في فيديوهات اخرين جزائريين، هما راهم جيت كذا بالجزائريه ومع الجزائريين. شنو قدام عينينا، لا تعقلوا هذاك ديال ديك ديال المطبخ سميرة اللي قال لهم، اش قال لهم انا من زاكورة وانا من هذه، راه بحال النماذج كاينين هما كيخدموا بهذا الاسلوب، وهذا الاسلوب هذا يعني اكل عليه الدهر وشارب، ما بقاش كي الناس كيتعاملوا به. يعني ما بقاش مجدي في التأثير باش تجيب ناس يعني تحرضهم بهذه الطريقة هذه، باش خلقوا لك البلبله بهذا الشكل هذا الاسلوب. ما كيجيني ديك الشيء، ما بقاش موكل، لانه الدنيا تغيرات. يعني مثلا هذه انا نعطيك، نقول لك علاش الدنيا تغيرات. دابا هذه اللي دارت انها هضرات على اساس انها مغربيه وكتعاني مشاكل وكتناشد محمد السادس وكذا، وما خلات ما قالت. يعني شوف شحال المده الزمنيه باش المغاربه كشفوها. يعني انا شفت الفيديو المره الاولى، يلا جيت باش نشوف المره الثانيه ولقيتهم عرفوها وعرفوا شكون هي، وداك الفيديو حردوه بقوة ال جبدوا لي ديتاي ديال داك الفيديو شكون هي، وعطاو البيانات ديالها للسلطات المغربية. يعني مبقاش داك هاد الطريقة هادي، مبقاتش كتوكل. يعني حتى الطريقة ديالتكم باش تدخل معانا في، أنا خاي دريس لاباس عليك، بخير كلشي مزيان، مرحبا بالناس ديال خنيفرة، الناس ديال مدن المغرب والأصدقاء، راكم كلكم عزاز. فهو المشكل ديال الحريق الجزائري كيعاني منه نفس المعاناة اللي كيعاني منها المغرب. يعني في الجزائر كاين الحريق وفي المغرب كاين الحريق، إذا ما كاين لاش تزايد عليا أنا. المغاربة فيهم الحراق، كاع المغاربة كيعاني الهجرة السرية، الوضعية الاقتصادية. دابا إلا دخلت دابا التلفزيون ديال الجزائر، هاد الجزائر الدولية وهاد الاعلام الجزائري، دابا تلقاهم نهار كامل هما كيهضروا على شنو واقع عندنا في شمال المغرب نهار كامل. بينما الى قلبتي غير الاحصائيات ديال 2024 ديال عدد الجزائريين اللي حرقوا لاوروبا في قوارب الموت، تلقى اكثر من 6000 جزائري، اكثر من 6000 جزائري. والله انا نجبد لكم الارقام وتتاكدوا بنفسكم، قل اكثر من 6000 جزائري اللي حرقوا غير في هاد 6 شهور هادي. شفت فيديوهات ديال حراقه جزائريين، عائلات وحده راه كترضع ولدها في الباط في داك الفلوكه غاديه وهي كترضع ولدها وبناتها وراجلها، عائلات خارجين من الجزائر. شفتهم، انا شفتهم بعيني، انا ما كنتش شفت في عيني في تيك توك. ولكن كي قلت لكم انا كيجيني الحال انني ما كان تعجبني الحال بارطاجي هذا الشيء ونتاجر بالصور ديال هاد الناس هادو. إذا في الجزائر ما كيحشموش شيء. دابا انا كيخرجوا لي صراحه جزائريه كاع الهضره ديالهم كلها دابا على شنو واقع في شمال المغرب. فنادق حراك الان نورمال، شفت واحد الفيديو دارته اسبريس، القضيه في الصباح كانت عاديه، الناس درجه انه الناس دخلوا اللي عندهم الواقع ديالهم دخلوا عادي
مع برص الشهر. أهلا أخي خالد، لاباس عليك؟ مرحبا بك ومرحبا بالناس ديال كازا. عاد كنت عندكم هاد الأيامات، مشيت عندكم هاد الأيام، عاد كي جيت من السيمانة اللي فاتت، لا دي واحد 10 أيام واقيلا، كنت في كازا. ولكن كي قلت لكم في الإعلام الجزائري والنظام الجزائري ما كيحش مشاي، خصك ديما تعطيه الراس، ديما تكويه، ديما خصك تهضر معاه وهز داك الصفو الطايب، لأنه النظام الجزائري غارق شقاوي، عامر شقاوي النظام الجزائري. ماشي عامر تقابي، كله تقابي. فيما ضربتي يسيل دمه، حيت نظام عامر بالفساد، الفساد المالي والاقتصادي والسياسي، العسكر ديال ما بغى في اي مجال داخل الجزائر تقلب فيه غتلقى فضائح. وشنو ما بقى النهار كامل نقابلكم، نهار كامل ما تابعش الواقع في الجزائر. غير هاد الانتخابات الجزائريه بوحدها، يعني يكون شي واحد يتخصص في الانتخابات الجزائريه اللي وقعات يبقى يهضر فيها عام كامل، عام كامل هو كيهضر على الانتخابات الجزائريه والفضائح ديالها. هاد الفيديو ديال العسكر ديالهم ملبسينهم لباس مدني ومصورينهم زعما راهم غادي لمراكز الاقتراع، زعما راهم تما شوفوا الشعب الجزائري راه كي غادي يصوت على الرئيس المرتقب. وغير مشيتهم عارفهم يعني المشيه ديالتهم راهم عسكر ماشي مدنيين. يعني شنو وصراحة المغاربة راه الدراوش راه ما تيبغوش يحكروا عليكم، لأنه إلا حكرنا عليكم مصايبة. كتقدو في الجزائر ما كيقدوش على الطنيز ديالنا، حنا الطنيز ديالنا خايب، كيجدوك المغاربة في الطنيز وصابوا لك فيديوهات وعصروا عليك الله يتجبكي. دغيا كنضحكوا عليكم واحد شوية نهار يومين صافي تقلبوا الموضوع، نتوما كتقلبوا صافي كتشدوا شي دابا الحريقة هذا بقاو يهضروا عليه دابا شهر التلفزيون الجزائري والصفحات الجزائرية. على العموم ما يمكن شاي دابا وكل شيء اخي خالد. والله اخي شوف النظام الجزائري تا كله تقالي، راه كله تقالي كله تقالي، غير اللي واقع اليوم مع الليبيين دابا، وهادشي اللي واقع مع ليبيا راه شبعه ديال الضحك. داك حفتر مسكين، حفتر تبون الدماغ ديالو، ما بحال ولا تلقى حفتر دوز واحد لقيت تقدر تفيق في الصباح تلقى داك حفتر ديال ليبيا حتلو شي منطقه في الشرق الجزائري، حتلها راه حتى يوجد ليه. وعاد زير الفلوس هذا الامور ديال هذا ديال الفلوس ديال سوناطراك وفلوس ديال هادشي اللي قالوا لهم غادي نحققوا الاكتفاء الذاتي من القمح، ما باقيين نشريو القمح، وجابوا دوك الفيديوهات وصور بالدرون وشوفوا حنا كنحصدوا وهذا يهضر وهذا الباج حتى تهضر القنوات كيهضروا. دازت 3 شهور كتسمع خبر ان النت ديك سميتها وزاره التجاره ديالتهم وما عرفت شنو استوردات شي ما عرفت شي ما عقلت شي نص مليون طن ديال القمح ولا ما نعرف شي حاجه بحال هكا، شي حاجه بحال هذا الرقم استورداته من اوكرانيا ولا ما عرفت مين، ودي الاكتفاء الذاتي وغات مازال سال الفصل ديال الصيف كتسمع انهم راه استوردوا القمح منها، وفينا هو الاكتفاء الذاتي؟ ابو عدي ابينا بنخهم